صراحة بنخاف نقعد لوحدي في الدار، ما انت عارف بقى الشباب بتاع اليومين دول. تمام، الشغلانة دي في اليوم بتسنجن، بس بتعمل ايه في الدار؟ ما بالله بتيجي رايح في محبة تلات اربعة جرابي سمنة على رز عطار. يا عم ايه الوكالة بتبيع سمنة؟ الله يشكرها، انت تكذبني ولا يا ابني؟ ايوه يا عم، صلى على النبي يا ابني. اسمع دلوقتي، انت شايفني في حوار ايه؟ عشان انا اصلا مش فاضي. السمنه بتستعمل فيها حجبوره يا ابني. انت هتخف عقلي يا ابني، ابعد عني يا ابني. العصريه ديت بقى المره اللي فاتت فلوس العسل، انت عايزين مني ايه يا ابويا؟ انت دلوقتي ما تكونش فلوس عندي. مش احنا يا ابويا، يا ابويا ما تكونش فلوس. حنكوش يا ابويا، اخوك الصغير اسمه ايه؟ اه حنكوش يا ابويا. ماشي، ضربت العسل حنكوش دي ولا فنكوش ومبدا؟ يا ابويا مش احنا يا ابويا بنمسكوا التفاح من العسل. انا اسمع لا اسمع يا ابو، يا عم اسمع ثواني يا ابو، اسمع يا ابو. ستوب خلاص، بيطلع لنا سمنه. ازاي ده؟ السكر في الشاي زي السكر في الشاي حج. ليه يا ابويا ما ينفعش؟ هو السكر هو بتاع دي بالعمل ازاي يا ابني؟ قول لي يا ابني بتحط عليه بعلاج ازاي؟ ابعت لي حد يقول لي، اقول له
عايزين 2 كيلو مانجا مقشره على 3 كيلو فستق على 50. يا ليكم عندي ساعة مانجا تطرى عندي في الارض. ايوه هنبعت ليك واحده ولا اخوك واحده. بس ابعت معاه خلاص. ماشي وقول وقول لاخوك الكبير. ايوه الحاج شزره. ايوه بعت لكم المره اللي فاتت. انا اخويا الكبير. يا ابني اقعد يا ابني. انت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن كابتن عبدالله. عاجبك مش عاجبك؟ حاسس البركه حاسس البركه حاسس البركه. الله يبارك لك يا حبيبي. يلا بقى روح بقى عشان نشوف شغل يا غالي. انت بتسكت مين يا عم؟ بتسكت كبير. عن مد جيلي. وادي ده لما تكبر. بتاعته خلاص هتخرب هنجيب ناس تخرب دلوقتي. لا يا حبيبي اقعد تضربوه. يا ابني اقعد يا ابني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يا جماعه للكلاب بس ان شاء الله يا مصطفى المفاجاه. طبعا يا جماعه الكلب ده 1500 جنيه. ده عرض 1500 جنيه. عرض بإذن الله إن شاء الله. لو هاسك ده هات الجرمان ده هاكل هاسك ده. بس كده كابتن أبو نور إزاي؟ كابتن أبو نور اللي أنتوا عايزين تشتروا منها دي كده كابتن أبو نور. الجرمان ما بيتباعش. لا. هات الفكرة ده بيتباع. هاسكي بيتباع ماشي. 1500 شركة بقى شركة أنا زورهم عشان نشوفه ولا سكي يلا يلا ولا معلش انا شد شد معاي شد معاي شد معاي شد شد معايا شد معايا شد 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 معايا شد معايا شد شد جراو كابتن منور بيشتغلوا بأحلى درجة محدش يتخيل ولا محدش عنده كلب يعمل كده يمسك كده ويرجعش ورا. بص اضرب مهما عايز مش هيرجع ورا برضه. جراو كابتن منور الجيرمان انت مالك يا حاج هجه. شد هي لقطة صغيرة معلش بقى دي لقطة صغيرة الكلاب هم بيلعبوا كده بس الحتة دي والكلب هيمسكها هتخرج بسرعة دورتني وشه سكيلا مالكوا بقى الحياه النهارده مع الجراوي الجيرمان والجراوي هاسكي. نقول لكم عايش لقطه صغيره شويه نقول لكم بقى باي نعمل اشتراك كلها جديد بس سلامه الله بركاته. كملوا مع الجراوي لقيت جراوي راس كده ب 1500 والتاني بيتباحش انتوا عارفين كلنا نقول لكم بقى وانا لسه يا جماعه لقينا كنز تحت الارض وقعدنا نزرعه نعناع وكملوا الفيديو وشوفهم هتلاقوا الكنز نقول لكم الكنز ده اكتر المصريين بيحبوه نقول لكم بقى لكم بقى يا جماعة نعمل اشتراك ولايك بودكاست